المؤتمر إلى 4 أصناف ويعمل على شق الصف في مواجهة العدوان. عندنا هدف واحد، تحالفنا مع أنصار الله في إطار ثوابت معينة وشراكة حقيقية، مواجهة العدوان، مواجهة العدوان الغاشم، تباين رؤى، خلافات في جوانب سياسية واقتصادية تأخذ مجراها، سنتفاهم ألا تنجروا إلى المهاترات، لأنه فشل العدوان في أن يحقق أهدافه العسكرية والسياسية فشل. الآن يعمل على شق الصف الوطني، يعمل على شق الصف الوطني وتفكيك اللحمة داخل القوى الشريفة المناضلة التي تواجه العدوان وتقدم قوافل الشهداء، والتي تتحمل قصف الطائرات والصواريخ وقتل المرأة وقتل الطفل وقصف المساكن والمصانع والحصار الجائر برا وبحرا وجوا. أحيي هذا الشعب المناضل، أحيي أينما كان، وأحيي مناضليه في الداخل والخارج، وأحيي كل القوى العربية والقوى الصديقة التي تشاطر لمن هذا المأساة. وأقول للأشقاء في السعودية، المليارين الدولار الذي رصدتها في الأسبوع الماضي لتحقيق مكاسب على الأرض عسكرية، حيلوها إلى صندوق إعادة الإعمار، إعادة إعمار ما دمرته في اليمن. وأدعو بقية قوى العربية المتحالفة إلى الانسحاب الفوري. لا يشرفكم أن تشوفوا أطفالنا ونساءنا تذبح بصواريخكم مقابل حفنة من الدولارات وشراء ضمائر لتدمير الشعب اليمني. لا يشرفكم، ولا يشرفكم أن تكونوا عرب وأن نلتقي بكم في احتفالات وفي مؤسسة وفي أي منظمات وأنتم تقولوا عرب وأنتم تضربوا أصل العرب، تدمروا أصل العرب. يا للعيب، أدعو مصر الشقيقة أن تنسحب من هذا التحالف، وأنا سأنشر لهم اليوم أو بكرة إن شاء الله وثيقة خطيرة من الملك فيصل إلى الرئيس الأمريكي جونسون حول حرب 67، وقال لا تنسحب القوات المصرية من اليمن إلا إذا تحركت إسرائيل إلى لاحتلال غزة واحتلال سيناء والضفة الغربية. كلام واضح، هذا سيجبر عبد الناصر إلى الانسحاب من اليمن، وسيبقى الاستعمار. هذا عام 66، انسحبوا يا مصر الكنانة، لا يشرفكم أن تشوفوا أطفالنا تذبح ونساءنا وتؤرمر لساءنا على أيدي النظام السعودي. انسحبوا من هذا التحالف المشبوه. أما احنا سنتحمل، لنا أكثر من 2.5 سنين وتحملنا العدوان من عام 1962 إلى عام 1970، ونحن نتحمل ونقدم الضحايا تلو الضحايا. لا تقلقوا علينا، انسحبوا يا أشقائنا من التحالف، وهناك لغة مشتركة بيننا وبين الأشقاء في السعودية، وأنا أستخدم كلمة أشقاء لأننا أشقاء. لغة مشتركة، سنتفاهم معهم ونحل مشاكلنا معهم. لا يوجد خطر سيادة الرئيس عمر البشير على الأراضي المقدسة من اليمن. الأراضي المقدسة في مكة وفي المدينة المنورة، مش في ميدي، ولا هي في المخا، ولا هي في عدن. الأراضي المقدسة يا سيادة الرئيس، اسحب هذا الجيش العظيم إلا إذا كنت تريد أن تخلص منهم، هذا وضع ثاني. إذا كان خذلوك في دارفور هذا وضع ثاني، تديهم هنا يرجعوا لك في الصناطي. أقول انسحب سيادة الرئيس البشير وأنت شقيق وزميل وصديق، انسحبوا، انسحبوا أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي، انسحبوا. أنتم بتقاتلونا مجاملة، لا عليكم خطر. جوارنا سلطنة عمان الشقيقة
وهي الحضن الدافئ لليمن الذي تستقبل جرحانا وتسمح بخروج المواد العلاجية والمواد الغذائية. شكرا لجلالة سلطان قابوس بن سعيد، شكرا لسلطنة عمان الشقيقة، شكرا لكل عربي ولكل دولة صديقة ولكل منظمة تشتغل في الجوانب الإنسانية وتقدم الدعم للشعب اليمني. سنتفاهم مع الأشقاء في السعودية وسنوقف الحرب احنا بلغة مشتركة. أما مسألة من هما عندهم القيادات الفارة الذي فروا من صنعاء إلى عدن، فروا من عدن إلى عمان ومن عدن إلى السعودية، وسيفرون من السعودية، سيفرون من السعودية، لأنه من المستحيل أن يعودوا إلى قراءهم وعواصمهم بعد هذه المجازر التي حصلت. شاهدوا التلفزيون أيها العرب، شاهدوا التلفزيون أيها الأصدقاء في منظمة الإغاثات الدولية، في اليونيسف، في كل المنظمات، شوفوا المجازر. من هو هذا المغرور والمجنون الذي يعود إلى صنعاء ولا إلى عدن؟ توكلوا على الله، ارحلوا، ارحلوا من الرياض. سنتفاهم مع الأشقاء في السعودية.